مهاراته الكروية مثيرة للانتباه، لا أحد يغفل عن قميصه الأخضر الذي صبغ بعشب الملاعب، يمرر الكرة بين قدميه وكأنها مغناطيس لتخنع وتخدع خصومه. لاعب الوسط ومايسترو نادي الهلال السعودي وفخر الصناعة السعودية سلمان الفرج. رافقنا في هذا الفيديو لنتعرف على النجم السعودي الأبرز. من مواليد 1 أغسطس 1989 بالمدينة المنورة من قبيلة الحويطات، يمتلك بنية جسدية قوية بوزن 64 كيلو وبطول 179 سنتيمتر، أهلته ليكون من أفضل لاعبي المملكة العربية السعودية بل حتى على مستوى آسيا. بدأ مسيرته الكروية عام 2004 من نادي الهلال السعودي. ابتسم له الحظ عندما كان يشارك في بطولة رمضان للناشئين، حيث تزامنت المباراة مع حضور الأمير محمد بن فيصل بن سعود آل سعود. يومها قدم سلمان أداء مذهلا في المباراة، ليثني عليه الأمير محمد بحضور رئيس نادي الهلال خالد حبيش، وأوصى به الأمير بن فيصل أن يتم تسجيله بصفوف النادي ليثبت جدارته في المستطيل الأخضر وينتقل لصفوف الرجال عام 2008. إنجازاته مع الهلال: انفجرت مواهب سلمان الفرج مع نادي الهلال وتمكن من حصد العديد من الألقاب والإنجازات، أولها سلسلة تحقيق بطولة كأس ولي العهد لست سنوات على التوالي، ليحرزها مرة سابعة عام 2016، كما رفع كأس السوبر السعودي مرتين، بالإضافة لكأس خادم الحرمين عامي 2015 و2017. أما في عامي 2019 و2021 توج ببطولة أبطال آسيا. تألقه مع منتخب المملكة: تم اختيار سلمان الفرج كلاعب خط وسط ضمن التشكيلة الأساسية لمنتخب السعودية عام 2012. لعب سلمان مباراته الدولية الأولى مع المنتخب ضد منتخب الكونغو على ملعب الأمير عبد الله بن جلوي، انتهت بفوز السعودية 3-2. كتب اسم سلمان الفرج في صفحات التاريخ الكروي عندما سجل 4 أهداف بمفرده في تصفيات كأس العالم 2018، مساعدا منتخب بلاده في التأهل لمونديال روسيا. تألق في مونديال روسيا عندما أحرز هدف التعادل ضد منتخب مصر ليقلب مسار المباراة وتنتهي بفوز الصقور الخضري بهدفين مقابل هدف. ينقط عسل. أرقامه مع الهلال السعودي جعلته اللاعب الذي ينقط عسل كلما مشى، كما وصفه اللاعب السعودي ونجم الهلال السابق محمد نور، وأضاف نور بأنه اللاعب الأكثر تأثيراً مع فريق الهلال بدور أبطال آسيا. يعيش سلمان الفرج حياة بسيطة بعيدة عن الشهرة والأضواء، يغرد على تويتر: مع كل انتصار يحققه مع الهلال، وبعد وقوع الصقور الخضري مع منتخب الأرجنتين ضمن مجموعات مونديال قطر. عبر الفرج عن فرحته في تحدي واضح منه للبرغوث الأرجنتيني ميسي: برأيك هل يفعلها سلمان الفرج مع منتخب السعودية ويفوز على ميسي؟ ولأي دور سوف يصل السعودية ضمن مونديال قطر 2022؟